إخوان، ما يخفى على الجميع أنه دائما يجب أن تكون القوات الأمنية بصورة عامة بكل مفاصلها المقاتلة والمعلوماتية الاستخبارية، ما تتأثر بالأوضاع السياسية وما تتأثر بكل شيء، تبقى نفس الهمة نفس الاندفاع. احنا نجحنا في فترة من الفترات لما لاحظنا انه معارك التحرير بأوج عظمتها كانت مع داعش، عندما كان يحتل تقريبا 45% من مساحة العراق، ما توقفنا ولا أبد. احنا دائما عندما نتقدم للأمام لا نلتفت إلى الخلف، اجتازينا هاي المرحلة، مرحلة نار غير مباشرة. يجب أن يكون عملنا و استطلاعاتنا وانفتاحنا ودورياتنا تسير بخطى حثيثة، الكل في خندق واحد. خلنا نتكلم بصراحة، إطلاق النار غير المباشرة واجب أساسي وحيوي وفعال للأجهزة الاستخبارية، الجميع ما يعذرون، كل من يمسك الأرض وكل من يزود تلك القطعات بالمعلومة ما يعذر. أكو خطة راح نعين آمر أعلى يعدها، يوزع المعسكر إلى قواطع مسؤولية بنصف قطر 25 إلى 30 كيلومتر. اليوم مباشر تكمل الخطة ويصير ممارسة عليها، ويصير استطلاع بالطائرات السمتية من قبل الآمرين المرؤوسين لكل القطعات، تمسك الساحات، المناطق الوعرة، المناطق المشجرة، المبازل، تغلق الطرق النيسمية اللي ليست ذا فائدة، تمسك بقوة. التعامل بيد من حديد. احنا راح نسند الخطة بطيران مسلح، ايضا بطائرات القوة الجوية. هذا امن بلد، هذا مقدرات بلد. العراق بلد دخل معارك ارهاب، انتصر، الان يريد يحقق امن مجتمعي حتى يوضح الصورة المشرقة للشعب العراقي.